مشاهدينا، وللوقوف أكثر على أداء حكومة السودان في مكافحة الفساد بعد حديث رئيس الحكومة عن الحوكمة الإلكترونية ومكافحة الفساد، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا، مساء النور دكتور. الحديث عن تفعيل الحوكمة الإلكترونية تكرر منذ سنوات وعلى لسان حكومات متعاقبة وسابقة، هل سيحقق السوداني ما أخفق فيه أسلافه؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. الحقيقة من الصعوبة بمكان إن لم يكن من المستحيل الآن يعني تغيير هذا النهج، نهج الحوكمة الإلكترونية والأتمتة في إدارة شؤون الدولة. هناك أسباب كثيرة الحقيقة، منها ضعف البنى التحتية التقنية الفنية الإدارية، سبب من أسباب الحقيقة الموروث الإداري اللي يعود قسم من البيانات الحكومية الخاصة بالمؤسسات والدوائر الدولة إلى خمسينات القرن الماضي. هذه طبعا لأسباب كثيرة متعددة الحقيقة، عدم استقرار العراق، الحروب، الحصار، يعني الوضع غير المستقر، ومن ثم الاحتلال اللي يعني شهد خلال 20 عام فوضى آرمة وتدمير ممنهج للبنى التحتية. فطبعا واحدة من الأسباب هو هذا. الأتمتة يعني البيانات الإلكترونية أو الحوكمة الحقيقة لا تحتاج فقط إلى قدرات وإمكانيات بشرية ومادية بقدر ما تحتاج إلى قرار سياسي. القرار السياسي لا يتوفر لغاية الآن، يعني رغم أنه هناك بعض المحاولات لكنه باءت بالفشل، إذا ممكن هناك تواريخ معينة لها، لكن العمل الآن يصطدم بالإرادة السياسية غير المتوفرة لدى النظام السياسي المحاصصاتي اللي يهيمن على السلطة نتيجة الفساد ونتيجة يعني الهيمنة، رغبة الهيمنة على مقدرات البلد. طيب. نعم دكتور، يعني بداية الحوكمة هي ربط الدولة ومؤسساتها ووزاراتها بأنظمة إلكترونية تكون يطلع عليها الموظف وكذلك المواطن العادي، ما العوامل الأساسية الرئيسة التي تؤهل الدولة لإنشاء مثل هذه المنظومات، منظومة الحوكمة؟ اولا التأهيل الكادر البشري، يعني هناك في الجامعات العراقية، المعاهد، الدورات، إمكانية متوفرة، وأنا شهدت الحقيقة، أنا كأستاذ جامعي كنت أتابع الأمور حتى في الجامعة وفي دوائر الدولة نتيجة المراجعات، أشوف هناك إمكانية، يعني هناك قدرات بشرية لا بأس بها متوفرة، لكن البنى التحتية في قضية الربط بين هذه الأجهزة، هذه المعدات بشكل مركزي لا تتوفر. لما نسأل الموظفين لماذا، يقولون ليس بيدنا، القرار بيد الجهات العليا، الجهات السياسية لا تريد أن تكون هناك مركزية في ضخ البيانات الرسمية عبر الدوائر وتكون عملية متكاملة، يعني حوكمة إلكترونية وأتمتة، الحقيقة أتمتة تلقائية لي يعني حفظ البيانات وتعميمها على لدوائر الدولة المختلفة، والمواطن أن يكون متعرف على هذه البيانات بشكل رسمي. طيب دكتور، منذ 2003 وحتى اليوم ميزانيات العراق لا تقل عن 150 مليار دولار في كل عام، لماذا برأيك تفشل أي محاولة للحكومة أو الحكومات في حوكمة العراق ما بعد 2003 رغم الادعاءات المستمرة على محاربة الفساد والشفافية؟ السبب هو الفساد، هو المحاصصة، أنا أقولها بشكل مباشر لأنه منذ 2003 ولغاية الآن يعني شهدنا الحقيقة استشراء بالفساد، يعني رغم أنه هناك حكومات، أنا أتذكر جيدا في ولاية المالكي الأولى في 2008 الحقيقة شهد العراق إعلانات وبيانات ويافطات كبيرة جدا أنه يكون عام 2008 عام القضاء على الفساد، مكافحة الفساد، لكن وكانت هناك رغبة أيضا فعلا في تجميع يعني تبويب يعني البيانات الرسمية، لكنه اصطدمت بإرادة الكتل السياسية وخصوصا حيتان الفساد بدأوا ينمون أكثر في تلك الفترة،
نتيجة الواردات النفط الكبيرة ونتيجة خطط انفجارية سموها في وقتها، لكن الحقيقة كلها باءت بالفشل، خصوصا وإحنا جينا من 2008 إلى 2014 أيضا كانت هناك محاولة في ذاك العام، لكن دخول داعش طبعا حال دون أنه فعلا يكون هناك مركزية، سقوط ثلاث محافظات، ثانيا أنه الاستشراء، أيضا العمل الإرهابي والميليشياوي في العراق والمحاصصة والهيمنة على المال العام، هذه طبعا تحول دون أن يكون هناك فعلا حوكمة، خصوصا الأمور متعلقة بوثائق، يعني ببيانات، بسندات ملكية، عقارات، بشهادات، بوظائف، فخلقت فكرة يعني الموظفين الفضائيين يعني الوهميين، يعني هذه أيضا جاءت نتيجة عدم وجود حوكمة إلكترونية وأتمتة في تناقل أو نقل المعلومات بشكل مركزي من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة. طيب في حال أنه تم نظام الحوكمة والأتمتة في العراق بطريقة أو بأخرى، هل ممكن أن يساهم في الحد من ظاهرة الفساد، خصوصا أنه كان هناك احتفاء إعلامي قبل أيام قليلة بإعادة معدات مصفى بيجي، يعني مصفى بيجي بأربعة مليار دولار تم سرقته وكم تم تصفيته أعيد وتم احتفاء بهذا المنجز، بالتالي هل الأتمتة ممكن أن تقضي على فساد بهذا الحجم؟ لا بالتأكيد الأتمتة وحدها، يعني العامل البشري صحيح أن هو يخلق هذه الأتمتة وهذه الحوكمة الإلكترونية، لكن إن لم تكن هناك قرارات سياسية حكيمة شجاعة في القضاء على الفساد، أيضا الجانب الأهم هو أنه عملية التنظيم يكون فعلا خالي من الفساد ومحاربة الفساد، هناك رقابة رسمية دقيقة وهناك رقابة شعبية، الفساد لا يمكن القضاء عليه عبر أجهزة فقط، وإنما الأجهزة هي وسيلة لتسهيل متابعة البيانات وتجنب التزوير إن حدث، والتزوير طبعا جائز يكون أضعف في تداول الوثائق على الورق، يعني هناك احنا ما نسميه صحة الصدور تصدر وثيقة من قبل دائرة وتذهب إلى دائرة أخرى يحتاجون إلى تدقيق إلى مصادقة، لكنه حتى هذه المصادقة أحيانا يتم تزويرها، لذلك إن لم يكن هناك قرار وتكون الرقابة الحكومية دقيقة وتكون صادقة والنظام سياسي، يعني يعتمد على النظام السياسي والرقابة الشعبية. طيب هنا دكتور أيضا بيان حكومة السودان يقول أن التداول الإلكتروني للأموال يمكن من خلاله معالجة سعر الصرف، من يحمي العملة العراقية من أباطرة البورصات وتهريب العملة، خصوصا أنه أمريكا نفسها والسلطات الأمريكية فشلت في الحد من عمليات التهريب حتى هذه اللحظة؟ أنا أقول بصريح العبارة الدولار والدينار الحقيقة هناك لعبة سياسية ليست على الصعيد المحلي، ليست قضية داخلية فقط، وإنما هناك عامل إقليمي وعامل دولي، يعني تهريب العملة، غسيل الأموال، ضرب العملة، تزويرها، الآن العراق يتعرض إلى تزوير عملته مثل ما كان هناك طباعة يعني بعد الحصار طباعة لعملتين، عملة سويسرية وعملة الطباعة المحلية اللي فقدت قيمة الدينار العراقي، الدينار العراقي نعرف أنه كان يعني لحد قبل الحرب العراقية الإيرانية كان عملة صعبة، كان يساوي الدينار العراقي 3.2 دولار، لكن للأسف الشديد السياسة تلعب دور، الاقتصاد وأمريكا تلعب دور وإيران تلعب دور في يعني خفض قيمة الدينار العراقي وضرب قيمته الحقيقية، لذلك الأمريكان يستخدمون الدولار للهيمنة السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية، إيران نتيجة حاجتها للدولار وتهريب وغسيل الأموال عبر يعني ميليشياتها الولائية تلعب بهذا اللعبة في قضية خفض قيمة الدينار العراقي. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.